لقاء جديد يجمعنا بكم وبرنامج صدى الأقلام، حيث نرصد فيه أبرز ما كتبت الصحف العراقية والعربية والدولية، ولكن بعد جولة في أهم العناوين. في موقع الهيئة نات، ميليشيات مسلحة تطلق الرصاص الحي على المتظاهرين وسط النجف. في صحيفة الزمان، ناشطون يجددون المطالب بوطن خال من الفساد والمحاصصة الطائفية. في الشرق الأوسط، ميليشيات المستوطنين تهاجم عدة قرى فلسطينية في الضفة الغربية. في صحيفة المدى، شط العرب نهر الحياة لأهالي البصرة يعاني من الموت. في العربي الجديد، انتفاضة العراق، المحتجون يتمسكون بإسقاط الرئاسات الثلاث. في القدس العربي، استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي جنوب الضفة. وفي صحيفة العرب اللندنية، السيستاني يحمي حكومة عادل عبد المهدي لضمان نفوذه. السلام عليكم. نشرت صحيفة الاندبندنت البريطانية مقالا رجحت فيه استمرار الانتفاضة العراقية رغم استقالة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، وتقول الصحيفة إن استقالة رئيس الوزراء العراقي لن توقف الانتفاضة الكبيرة. ويقول الكاتب المختص بشؤون الشرق الأوسط باتريك كوكابرين في المقال إن الثوار في العراق حققوا أول نجاح كبير لهم بإجبار رئيس الوزراء عادل عبد المهدي على الاستقالة من منصبه بعد يوم دام قتل فيه 45 مواطناً على أيدي قوات الأمن. والمقال تحت عنوان لماذا لن توقف استقالة رئيس الوزراء العراقي الانتفاضة الكبيرة التي تلوح في الأفق، ويرى أن الانتصار الرمزي للحراك باهظ الثمن إذ قتل عدد كبير من المتظاهرين، ويضيف لكن عبد المهدي أظهر أيضا انعدام كفاءة في قيادة البلاد، كما أن النخبة السياسية يبدو أنها شديدة التمسك بالسلطة لدرجة تسمح لها بالقيام بالإصلاحات الجذرية التي يطالب بها المتظاهرون. ويقارن كوكابرين حصيلة الضحايا المرعبة خلال 8 أسابيع في العراق بمقتل متظاهر واحد عن طريق الخطأ خلال مظاهرات هونغ كونغ التي بدأت قبل 6 أشهر، وقارن أيضاً بين التغطية الإعلامية الموسعة والتعاطف الذي يحظى به المتظاهرون في هونغ كونغ بمظاهرات العراق غير المسبوقة. التاريخ تصنعه الكوارث لكن لا تغطيها تقارير الإعلام، فالعنف الذي يراه البعض مؤثراً على العراقيين يحظى بقدرة على إحداث تغيير كامل في السياسة في منطقة الشرق الأوسط. العراق عندما يثور المارد على القمقم، عنوان مقال للكاتب أياد أبو شقرة في صحيفة الشرق الأوسط، تحدث فيه عن ثورة العراقيين. مارد الشعب الذي انتفض وقمع عام 2009 في إيران انتفض عام 2011 في سوريا، ومجدداً قمعته إيران مباشرة وبصورة غير مباشرة عبر ميليشياتها الطائفية بما فيها ميليشيات لبنانية وعراقية، وبتواطؤ دولي أسهم فيه الحرس الغربي الروسي على الاتفاق النووي مع نظام طهران. وها هو هذا المارد الشعبي ينتفض الآن في العراق ولبنان فيسقط حكومتيهما ويفضح حالة تبعية لاحتلال واقعي، وينتفض أيضا في إيران ليثبت أن نظام تصدير الثورة حتى ولو نجح مرحليا خسر حتى جاذبه المذهبي، وما عاد في جعبته إلا القمع الدامي، إلا ثقافة الموت والمزيد منه. نحن الآن أمام بواكير انتصار ثقافة الحياة بعدما ثار المارد على القمقم.
في بداية الدولة العراقية الحديثة كانت هناك حياة سياسية قد تشوبها ملامح عشائرية هنا ومذهبية هناك وطبقية فيما بينهما، لكنها ما كانت تكبل حياة العراقيين ولا تميز بينهم ولا ترهن الحكم للمرجعيات الدينية من مختلف الطوائف. المؤسف دائما أن البعض ينسى أو يجهل في خضم الحماسة لهذا الحزب أو الدفاع عن هذه الطائفة أو الولاء لهذا الزعيم مصير بلد بأكمله عانى ويعاني من هلوسات السياسيين. بعض المعلقين سيظنون أنني من المرحبين بالعقوبات الأمريكية. لا يا سادة، أنا فقط أريد أن أسأل، منذ متى لم نسمع صوتا لسياسي أو مسؤول حزبي يندد بما يجري من انتهاك لآدمية العراقي؟ منذ متى لم نشاهد صورة لسياسي عراقي يدافع عن حق المواطن العراقي في العيش بكرامة ورفاهية؟ مقال للكاتب علي حسين في صحيفة المدى. منذ أن اختفى الببغاء عبد الكريم خلف لم نعثر على مشهد كوميدي يريح النفس، حتى ظهر أمس مكتشف نستله جلال الدين الصغير وهو يسخر من سيدة من ذي قار جريمتها الوحيدة أنها طلبت من أشقاء لها بالوطن في الأنبار أن يمدوا يد العون لإخوتهم في الناصرية، وذكرتهم بأن أهالي الجنوب وقفوا وقفة رجل واحد في الدفاع عن الأنبار والموصل وصلاح الدين. الصغير وكعادته تعامل بطائفية مع الأمر، متهماً السيدة بأنها تريد أن تحرض الناس من أجل أن يقتحموا السجن لأن لديها إخوان دواعش معتقلين. أما مثقفو الطائفية والبعض منهم أساتذة جامعة فقد نسجوا قصة خيالية عن المرأة التي غيرت اسمها من أجل أن تنقذ زوجها الداعشي المحكوم في سجن الناصرية. خيال عظيم كان يمكن أن يصنع منهم روائيين ينافسون المرحوم ماركيز في قصصه العجيبة. هل هناك تفسير معقول لهذا الانحطاط النخبوي الذي يظهر في صفحات البعض على مواقع التواصل الاجتماعي؟ قد نعذر جلال الدين الصغير الذي يحاول دائما الاندماج في الأدوار الكوميدية، إلا أن المثير هو الأدوار التي تخرج عن الخط الكوميدي لتذهب باتجاه المأساة. ويقول الكاتب: لأنني مثل ملايين العراقيين أعرف أن السيد جلال الصغير ومشعلي فتن الطائفية سيستخدمون حكاية سيدة الناصرية مادة في جلسات السمر، وسيخلدون بعدها إلى النوم العميق بعد أن يوهموا العراقيين بأنهم اكتشفوا الحقيقة. إحراق القنصلية الإيرانية في النجف كشف حقيقة إيران وأسقط العراقيون تلك الهالة التي أحاطت بالجمهورية الإسلامية. هناك مشروع توسعي إيراني غير قابل للحياة سقط أول ما سقط في إيران نفسها، حيث الثورة الشعبية مستمرة. جاء ذلك في مقال للكاتب خير الله خير الله في صحيفة العرب اللندنية. ليس إحراق القنصلية الإيرانية في النجف وردود الفاعل الوحشية عليه والتي استهدفت العراقيين في مدن عدة أبرزها الناصرية حدثاً عابراً. الدليل على ذلك أن رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي ينوي تقديم استقالته على الرغم من تمسك إيران به. يظهر ذلك عمق الأزمة العراقية من جهة وتفلت العراق من إيران من جهة أخرى. بعد 16 عاماً على سقوط صدام حسين فشلت إيران في كسب ولاء العراقيين، خصوصاً الشيعة العرب الذين قاوموا في معظمهم النفوذ الإيراني في العراق وما زالوا يقاومونه إلى اليوم بصدورهم العارية. ما يحدث في العراق لا يقل أهمية عما يحدث داخل إيران نفسها. ما يحدث في العراق هو الدليل الأبرز لسقوط المشروع الإيراني الذي استعاد حيويته بعد الاجتياح الأمريكي للعراق في العام 2003. حصلت في تلك السنة حرب أمريكية على العراق توجت بسقوط النظام. كانت إيران شريكاً في تلك الحرب التي بدأ الشعب العراقي منذ ما يزيد على سنة يمحو نتائجها. في نهاية المطاف لم يعد لدى إيران ما تصدره سوى الميليشيات المذهبية،
ما يرفضه العراقيون قبل أي شيء هو هذه الميليشيات وسعي إيران إلى بناء نظام تابع في العراق يكون فيه الحشد الشعبي بمثابة فرع من الحرس الثوري. عن قتل العراقيين وتقييد الإعلام واستقالة الحكومة كتب جاسم الشمري في مقال نشره على موقع عربي 21، لنستمع إلى جزء منه. البطش الحكومي بالمتظاهرين العراقيين لن يبني وطناً، ومحاولات تشويه سمعة المظاهرات لن تقود للتهدئة، لأنها اتهامات مفبركة وباطلة وقفز على الحقيقة. هنالك قنوات فضائية وجيوش إلكترونية مناصرة للحكومة، وجميعها تحاول قلب الحقيقة واتهام المتظاهرين بتهم غالبها العام باطلة ومفبركة. فهل هذه المحاولات سترضي عوائل الشهداء وتعيد الأطراف المفقودة لأكثر من 6000 متظاهر فقدوا بعض أعضائهم نتيجة السلاح المميت للقوات الرسمية؟ من يريد أن يضبط الإعلام عليه أن يضبط تعامله مع الجماهير، وحينها لا أتصور أن القنوات الفضائية يمكن أن تختلق الأخبار وتقلب الحقائق. الإعلام المحايد الموضوعي من أهم وسائل نقل الحقيقة ونشر الوعي الشعبي، ولهذا ينبغي دعم الإعلام وتشجيعه وعدم الركض وراء محاولات إسكات الأصوات الحرة، لأنها خطوات عبثية لن توقف قطار التغيير السائر على السكة الصحيحة. ومن يدعي دعمه للحرية والديمقراطية وكرامة الإنسان؟ تقييد الإعلام لا يقل بشاعة عن قتل المتظاهرين، لأن كلا الحالتين هي قتل للإنسان. الأولى تمثل هدماً لفكره، والثانية إهلاكاً لروحه. بعد أكثر من عقد ونصف على الغزو الأمريكي للعراق عام 2003، وجدت دراسة جديدة أن الأطفال الذين يولدون اليوم يعانون من عيوب خلقية مروعة مرتبطة بوجود عسكري أمريكي مستمر هناك. جاء ذلك في تقرير لموقع The Interest Bet في محاولة لتسليط الضوء على التداعيات الخطيرة للوجود العسكري الأمريكي في العراق والمنطقة. وأشار الكاتب مرتزى حسين إلى أن التقرير الصادر عن فريق من الباحثين الطبيين المستقلين قد أكد على الشذوذات الخلقية المسجلة لدى الأطفال العراقيين المولودين بالقرب من قاعدة طليل الجوية، وهي قاعدة يديرها التحالف العسكري الأجنبي بقيادة الولايات المتحدة. ووفقاً للدراسة، فإن الأطفال الذين يعانون من عيوب خلقية حادة، بما في ذلك المشاكل العصبية وأمراض القلب الخلقية والأطراف المشلولة أو المفقودة، لديهم مستويات مرتفعة مقابلة من مركب مشع يعرف باسم الثوريوم في أجسامهم. ونقل التقرير عن موزجان سافا بياسافاني أحد الباحثين البارزين في الدراسة أن العينات تشير كلها إلى نفس الاتجاه، مستويات أعلى من الثوريوم. أضاف أن هذه النتائج تساهم في مجموعة متزايدة من الأدلة حول الآثار الصحية الخطيرة طويلة المدى للعمليات العسكرية الأمريكية على المدنيين العراقيين. وأكد الموقع أن للجيش الأمريكي بصمة بيئية كبيرة، خاصة بما في ذلك الآثار السامة للمواد الكيميائية التي يتعين على المجتمعات المحلية التعامل معها مع الوجود العسكري الأمريكي. يعود تاريخ لعبة الشطرنج إلى ما يقرب من 1500 عام، ويختلف المؤرخون في أصولها إن كانت من الهند أو الرومان أو الصين أو بلاد فارس، وينسبها بعضهم أيضا إلى النبي سليمان عليه السلام. وقد أعلن عالم الآثار جون أوليسون من جامعة فيكتوريا في كندا في الاجتماع السنوي للمدارس الأمريكية للأبحاث الشرقية لعام 2019 عن عثوره على صخرة غريبة في الأردن، يرجح أن تكون أقدم قطعة شطرنج تم العثور عليها حتى يومنا. يعرف موقع حميمة هذا بأهميته التاريخية كممر تجاري،
ويرجح أن لعبة الشطرنج قد انتقلت إلى الشرق الأوسط وأوروبا عبر ممر حميمة. ويعتقد أوليسون إلى أن الحجر المكتشف يعود إلى ما قبل 1300 عام مضى، وهو منحوت من الحجر الرملي، كما أنه يتشابه مع حجر الطابية الذي عثر عليه عام 1991 في منطقة حميمة جنوب الأردن. الرسوم الكاريكاتورية لها أسلوبها الخاص في وصف الأحداث حول العالم. نلقاكم بإذن الله.